اول ما جالي قلت افتحه قدامكم، لاني بقالي 4 شهور فعلا بجربه وماشي عليه وما اقولكوش سحر 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 حقيقي. يلا اقولكم ايه ده، وكمان اعرفكم بالتفصيل كل حاجة، فهخلي كل حاجة بتسعة عشان نفتحها قصادكم لاول مرة. هقولكم انا جربت ايه وعمل معايا ايه واستفدت منه ايه، شكله الاصل ايه بدل شكله التقليد، وعشان ما حدش يضحك عليكم، وانا جبته منين وسعره كام، كل الحاجات دي هقول عليها النهاردة. يلا بينا نبتدي الفيديو. وقبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تتابعوني على انستجرام وعلى الفيسبوك، هستنى كل كومنتاتكم. وكمان ياريت ياريت كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد بننزله وتتفرجوا عليه في الوقت اللي تحبوه، وتقلبوا كده في القناة هتلاقوا حاجات كتير قوي هتعجبكم. يلا بينا على الفيديو. احلى احساس في العالم لما تشتري فعلا الصابون المغربي اللي كل مكوناته طبيعية ومن المغرب، وحاجة حلوة جدا، وتحطيه كده على بشرتك وبشرتك تقولك شكرا بجد على اللي انت بتعمليه معايا. هو ده اللي انا بحس، انا ناقص جلدي يتكلم. فتخيلوا انا بجد مبسوطه قد ايه اني اشتريت السحر العبقري ده، اللي كنت الاول بصراحة حاسة اللي هو البتاعة دي بتعمل صوت، انا هسيبها دلوقتي نطلع في الدنيا ان بشرتك تقولك شكرا على اللي انت بتعمليه معايا ده، وميرسي جدا. والسحر اللي بيحطوا الصابون ده على جسمك، الصابون المغربي، حاجة كده والله العظيم بجد لازم كل بنت. انا من نوع البنات اللي ما كنتش بحب اجرب الحاجات الجديدة، انا بحب الشاور جل، ريحة المسك، ريحة الورد، ايا كان ريحته ايه، ما بحبش استعمل حاجة تانية، خلاص اتعودت عليه، فراولة بقى، مانجا، جوافة، عارفين الحاجات الشاور جل ده. وكان بيعجبني لان الريحة كانت بتثبت على جسمي فترة طويلة جدا، باخد شاور كل يوم فالاقي الريحة زي ما هي طول اليوم، فدي كانت حاجة بتبسطني. لغاية ما حان الوقت اللي بقالي بالظبط 4 شهور بجرب الصابون المغربي. الصابون العبقري ده جربته فترة طويلة جدا جدا جدا، وحسيت بالفرق الكبير قوي قوي. اولا انا كان عندي جلد الوزة او النقط، الشعر اللي بيطلع تحت الجلد، الشعر اللي تحت الجلد تقريبا الليفة كده. بصوا انا مش عارفة اشرح لكم ازاي، بس هشرحها لكم. هتلاقوا جنب ناعم، مش ناعم يعني جنب كده يعرف يتني ويتفرد، وجنب ناشف، عارفين الناشف، مش ناشف قوي بس جنب ناشف، لانك بتعملي الحتت اللي فيها جلدك يبقى تخين زي كعبك او رجليك اللي فيها الشعر تحت الجلد، والجنب الناعم ده للاماكن الحساسه. اوكي حلوه جدا، انا مش عارفه والله العظيم اوريها لكم ازاي، بس انتوا هتحسوا في هنا لمعه. اوكي هنا مفيش لمعه، هنا ناعمه ناعمه وبتتني. بصوا بصوا دي بتتني، دي صعبه تتني، يعني صعب الجنب ده صعب يتني. انت لما تروحي تمسكيها هتحسي بالاحساس ده. الليفه دي بتقعد معاكي فوق ما انت متخيله، يعني انا فعلا الليفه دي قعدت معايا كتير قوي قوي قوي، لدرجه اني زهقت وعايزه اجيب واحده تانية، ما اتقطعتش بس قلت اجيب واحده تانية. حسيت ان لازم اجيب واحده تانية لان خلاص المكان بدا يكلح مثلا او حاجه كده، بقى فتره طويله يعني اعمل بيها جسمي كده من غير ما احط الصابون المغربي. زمان جدا جدا جدتي كانت زمان تقول لي ادعكي بالليفه الناشفه ومش عارفه ايه، فاول ما طلعت الليفه المغربيه دي كانت بالصدفه كده لقيتها، فروحت شارياها. تمام جدا كنت بعمل بيها جسمي كده طبعا بالشاور جل. بس لما لقيت العبقري اللي معاها ده الصابون المغربي، انا بشكر كل المغاربه، ميرسي جدا على المكونات الطبيعيه، عرفت حلاوتكم جايه منين، حلاوتكم زايده حته حقيقي حقيقي حقيقي. ثانك يو بجد على الاختراع اللي اخترعتوه ده، كل الفيتامينات فيه، كل الحاجه فيه، وطبيعي جدا 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 جدا. اولا الصابون المغربي عشان تعرفي تجيبيه شكله زي، انا هفتحها قدامكم دلوقتي علشان ايه تتاكدوا ان انا ايه شارياه. الصابون المغربي، استنوا يا بنات صعبه شويه. بصوا بصوا بتيجي ازاي، جواها كيس. اوكي بتفتحيها كده، شكله زي السويت. انا ببص بس في الكاميرا، شكله بصوا زي السويت. اوكي طري جدا زي السويت، بيتفرد زي السويت، مش الناشف بقى والحاجات دي كلها، لا هو زي السويت بالظبط، ده لونه ده الاصلي. فظيع بجد يعني، ريحته حلوه جدا، في كل الروائح اللي انت عايزاها، كل حاجه انت عايزاها. ف
الاختراع ده عبقري 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 قد ايه. هقول لكم فوائد بقى الصابون المغربي ده، انا عامله الفيديو ده مخصوص عشان اقول لكم احسن منتج تعرفوا تشتروه ازاي لو انتي مش لازم تجيبي. على فكره ده سعره بعد هو دلوقتي في العرض تقريبا سعره 120 جنيه، ده 800 جرام، العلبة دي 800 جرام، كيلو إلا يعني في الأسعار اللي انت عايزاها متفاوتة، بس أنا جبته 120 جنيه. اوكي بيقعد معاك كتير، يعني انت بتقعدي كتير قوي قوي، وهقول لكم كمان الطريقة ازاي وكل الحاجات دي، بس هقول لكم لازم تعرفوا فوائد الصابون المغربي. فوائده مش بيبيض بس، مش بيخلي جسمك مرمر او لوز او الحاجات دي كلها، لا ده ليه فوائد عظيمة جدا جدا. الفايدة من فوائد الصابون المغربي دوت طبعا كمقشر طبيعي للبشرة، انت بتقشري بشرتك مقشر طبيعي، مش بتحطي بقى صنفرة وبتحطي الحاجات اللي انت بتحطيها دي، بالعكس تماما، انت بتحطي الصابون على جسمك لمدة 10 دقايق طبعا، بعد بتحطي على جسمك ميه سخنه كتير، تقعدي 10 دقايق كده تحت الميه السخنه، الناس اللي ما عندهاش بانيو زي حالاتي تحت الدش لمده 10 دقايق جسمك كله بالميه السخنه، واستحملي الميه السخنه طبعا، تلبسي بونيه عشان شعرك ما ينفعش يجي عليه ميه سخنه خالص، تلبسي بونيه تعمليها طبعا مره واحده في الاسبوع، الناس اللي عندهم جلد الوزه زي حالاتي او الشعر بيطلع تحت الجلد يعملوا مرتين في الاسبوع، بجد بعد اول شهر مش هتلاقي جلد الوزه ده خالص خالص خالص، هو ده اللي انا بعمله، بحط على جسمي كله، بفرز الصابون ده على جسمي كله، بتطلعي كده حته بايدك هتلاقيه طري جدا، تفرديه على كل جسمك لمده 10 دقايق، تقعدي بقى على البودي كده تقعدي تستني وانت واقفه 10 دقايق بالظبط، جسمك كله ياخد الريحه او يشربه، انا بعمل بالظبط 10 دقايق، بخدي الموبايل معاكي واعملي تايمر لكل حاجه 10 دقايق بالظبط خلصي، وبعد كده تبتدي بالليفه دي وتبتدي تدعكي جسمك بالنشفه دي الاول، لو هتستحمليها، لو مش قادره تستحمليها تستعملي بقى الطريه دي شويه لغايه ما جسمك ياخد واحده واحده، هتلاقي نفسك انت ما تتكيش ما تعوريش نفسك، اعملي كل جسمك اتجاه واحد لفوق كده 10 مرات، بعد كده حركات دائريه للحته اللي انت شايفاها اوكي. طب طبعا الاماكن الحساسه هندعك فيها بالراحه جدا جدا، وانت بتدعكي في الاماكن دي، لان طبعا الدعك الجامد ده ممكن يعورك، ممكن يجيب حبوب، ممكن يجيب حاجات كتير، فانت حتى لو عندك حبوب ما تفقعهاش، عشان في ناس بتطلع لهم حبوب مثلا تحت الابط او في منطقه البكيني او منطقه جسمك عامه، لو لقيتي حته فيها حباق بالراحه جدا وانت بتعملي حواليها او جنبها او هي حتى ايدك جت عليها غصب عنك، بتبقى بالراحه جدا جدا جدا، وبعد كده تاخدي الشاور بتاعك تحطي كده، بتحطي اللوشن بتاعك او ما بتحطيش لوشن، انت حره. طراوه الصابون ده بجد حاجه حلوه، حاجه فظيعه، انت نفسك هتشكري نفسك، والله انا شكرا ان انا جبت ده، يعني انا بقعد كده ايه ده ايه الطعومه دي، والله العظيم امرايا بقعد فرحانه جدا ان انا اكتشفت حاجه، انا بجد ازاي كنت يعني غير واعيه تماما ان في حاجه حلوه كده، كنت بقول لا صابون عادي يعني ايه الصابون عشان ريحته حلوه يعني، لا طلع ليه فوائد عظيمه 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 عظيمه. فوائده انه بيأخر علامات الشيخوخه، والناس اللي طبعا عندهم ترهلات في الجلد، طبعا انت اللي متدعكي ده كله او بتجري الدوره الدمويه وبتدي تشيلي الجلد الميت، وبتحطي بقى بتحطي الكريم المرطب بتاعك، بيبتدي جسمك طبعا يجدد الخلايا، والخلايا الجديده تطلع، فيبتدي جلدك يبقى مشدود وحيويه كده غزه منها، هو ده اللي بيعمله الصابون المغربي او الصنفره بوجه عام، بحاجه طبيعيه مش صابون كله كلور وكله مواد كيماويه والحاجات دي، لا طبعا انا الشاور جيل كنت بخففه بميه كمان، لانه طبعا هو سك وتقيل، كنت بخاف على بشرتي قوي لان فيه مكونات كتير بصراحه كيماويه، فانا عشان يثبتوا فيها الريحه فانا كنت بخففه بالميه شويه، لغايه ما لقيت الصابون ده بدات استحمى بالشاور جيل عادي طول الاسبوع، كل يوم باخد شاور طبيعي عادي جدا، واخر الاسبوع بقيت استعمل الصابون المغربي اللي اعمل بيه مقشر كامل لجسمي، حتى لو انت ما عندكيش لوشن لجسمك، بتخافي تحطي كريمات كتير على جسمك، بجد اعملي الحتت اللي شايفاها انت محتاجه فيها كريم، او الحتت دي فيها نشفه، او الحتت دي بيطلع فيها شعر تحت الجلد، لما تغذي الحته دي هتلاقي الشعر بيطلع في مساره الطبيعي، فانت جلدك طري، فالجلد هيتكون ازاي، وبتقشري جلدك كل فتره، وفي نفس الوقت جلدك فيه لمعه، فيه نضاره، جلدك مشدود حلو، هو ده اللي انا لاحظته بجد، ان في حتت مثلا زي عندنا الستريتش ماركس بتاعت رجلينا، الخطوط البيضه دي
بتبقى فيها زي نقط حاجه مضايقاني كده، فبدات لما اعمل حواليها بدات تخف كتير. هي طبعا ما بتروحش خالص، وكدابي اللي قالك هتروح، بس بدات تاخد من شكل الجلد، لانك بدات تجري الدوره الدمويه بتشيل طبقات الجلد اللي حواليها او طبقات الجلد الميت، فبتديتي تحطي كريم بتاعها او اي كريم انت عايزاه، فبتبتدي تقل شويه شويه. هي طبعا ما فيش طبعا حاجه هتروح للابد، تبقى موجوده علامه بس بسيطه، وده الحلو اللي فيها. غير طبعا ان هو مرطب قوي جدا جدا للجسم، مرطب فظيع للجسم، فيه فيتامين اي، دي حاجه مهمه جدا لجسمنا، احنا بنحتاجها كلنا بدل ما بنشربه فيتامين سي والحاجات دي. الصابون ده كل مكوناته طبيعيه، كل المكونات فيه فعلا فعلا طبيعيه، ما فيهاش اي حاجه كيميكالز خالص. انا لاحظت حاجه معرفش دي، طبعا يا رب لما تجربوها انت كمان تحصل لكم، بيبطئ عمليه نمو الشعر. ازاي بقى؟ انت لما بتيجي تاخدي شاور قبل السويت او قبل ما تنضفي جسمك باي، طبعا انا بستعمل على الواكس او السويت، اوكي، قبل ما بتعملي الخطوه دي انت طبعا بتاخدي الشاور بتاعك الاول عشان بتنضفي كل الخلايا الميته، وبتجهزي لجسمك انه لو في شعر حتى صغير بيبتدي يطلع او شعر تحت الجلد فبيبتدي يطلع، فانت بتعملي ازاله للشعر لجسمك كله، بتشيلي كل الشعر حرفيا. فمعرفش هو بطء، يعني بيبطئ نمو الشعر، او ما انت كل اسبوع لما بتعملي فالشعر بيطلع فيها بيتعلق فيها ولا ايه، معرفش بجد. حسيت الشعر قل او بطيء جدا جدا في طلوعه، فدي اللي لاحظته مع الصابون المغربي على فترات طويله، انه بيبطئ نمو الشعر. معرفش ده يمكن عشان انا حبيته فبقول كده، بس ده اللي حصل معايا. قررت اقول يعني تجربتي الشخصيه، ويا جماعه اي حاجه بعرضها دي تجربه شخصيه ليا، مش معنى اني جربت الحاجه ونفعت معايا او ما نفعتش معايا يبقى ما تجيبوهاش ما تعملوهاش. ممكن تكون نافعه معاكم، وممكن تكون كويسه معاكم، وممكن تكون حلوه معاكم بس مش حلوه معايا، والعكس صحيح. فما تاخدوش كل كلامي كده عشان انا لقيت هجوم جدا على الكريم بتاع فيتشي الكولاجين، انت مش عارفه ايه ده حلو ده مش انت حره، انت كل واحد حر، ده كريم حلو كريم وحش انت حره في الاول في الاخر. انا بقول رايي وانطباعي الشخصي، كل الناس مش زي بعضها، انا بقولك الصح من وجهة نظري وانتي عارفة الصح من وجهة نظرك. انا مش بجبرك على حاجة او مش بجبر اي حد على حاجة، انا بقول حاجة جربتها وحشة بقى او حلوة، ففي الاخر انا جبتها اشتريتها بفلوسي، الحاجة دي انا جربتها، فبالتالي انا بقولك تجربتي، مش بقولك نفذي اعملي، لا بقولك تجربتي في الحاجة اللي جربتها ومبسوطة منها او مش مبسوطة منها. نكمل بقى موضوعنا بتاع الصابون المغربي. في بنات طبعا بتاخدوا شاور بي كل يوم، طيب طبعا مع ليفة اخف من دي. انت لو عايزه تاخدي شاور بيه كل يوم انت حره، تمام. بتاخدي كميه منه، هو عجينه زي العجينه كده، فبتاخدي منه حته وتفرديها على اللوفه بتاعتك او الليفه بتاعتك، طبعا بتبقى مختلفه عن دي بتبقى البلاستيك، وبتبتدي تاخدي بيه شاور كل يوم. طبعا انت حره، انا بستعمله مره واحده في الاسبوع، شوفي انت ايه بقى وانت اللي انت عايزاه. تاني حاجه النوع اللي انا بستعمله، طبعا لو عايزه تعرفي انا جبته منين ابقوا اسالوني بقى على الانستجرام، هستنى هناك، او تسالوني هنا، او تسالوني على الفيسبوك. ما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو بتاعتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام، انا برد على اسرع حاجه في الدنيا على الانستجرام، فلو عايزين اي سؤال في اي وقت على الانستجرام هرد عليكم. بصوا كده كده، لان اليوتيوب مش يعني لازم افتح اللابتوب واقعد بقى شغاله ومش عارفه ايه، لا الانستجرام الفيسبوك على الموبايل اقدر ارد عليكم هوا هوا. فاللينكات تحت في صندوق الوصف، ما تنسوش بقى تخشوا دلوقتي تعملوا عليها فولو. وده النوع اللي انا بستعمله، حاجه تحفه تحفه تحفه. في طبعا روايح كل حاجة، في المسك، في العود، في الورد، في كل حاجة انت متخيلها، فانت تشوفي النوع اللي انت عايزاه وتجيبيه. ده اللي جبته 120 جنيه. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، وكمان تعملوا لايك للفيديو، واستنوني الفيديو الجاي، واستنى رأيكم في الفيديو ده، وهستنى كمان رأيكم في الفيديوهات اللي قبل كده عشان هتاخدوا لفة في القناة بعد ما تقفلوا الفيديو ده. اقول لكم ايه دلوقتي، باي باي.